جينا هنا اليوم 20 مرة، ماشي الأول مرة، نقول لك ثاني ثالث ما بقاش كنحسبها من شهر ثلاثة. جينا هنا حدا أمام القنصلية الإيطالية باش نطالبوهم يديونا بحالنا، يديروا لنا طيارة استثنائية كيف داروا في الأول، ويديوا هاد الناس يدينا حنا، لأن عندنا مشاكل. ليه أنا عندي الوالدة كدير دياليز ليها، مشات هنا حصلت هنايا، دابا كنديروه لها هنايا في الخاص بالفلوس، ليه كديروه بالمجان بلا فلوس. دابا عندها عملية وعيطوا لها آخر عيطة نهار الجمعة خاصها باش تدخل ليه ديرها، قالنا تعطلتي على هاد السيدة مريضة غادي تشي في شي باطو، ما يمكنش تشي في الباطو. خاصهم كيف داروا الطيارات في الأول يكملوا هاد الشهر، قال لك داروا جوج طيارات مستقلين، حتى واحد الخبار كيفاش هاد الطيارات كيمشيو ما عرفناش علاش. ضروري يديروا لنا حنا شي حل، حنا ما غاديينش من هنا، هما يهزونا حنا كالقنصلية، حنا طاليان اللي مكلفين بينا، هما اللي خصهم يديونا، يديو الجالية ديالها. كيف كندخلوا كنهي بداو يطلبوا فيكم على الانتخابات، طلبوا فينا زيدوا ترشحوا على هذا وعلى هذا، دابا يهزوهم يهزونا يديونا. هاد الناس هادو المطالب ديالهم هو ان الدولة دير معاهم شي حل، لان الناس طلبت كل مرة جاية للقنصلية، القنصلية كتقول باللي بلادكم هي المشكل ماشي حنايا، هادشي بشهادة ديال الجامع. فين ما كنمشيو عندهم كيقول لك حنا المشكل ماشي ديالنا، المشكل ديال بلادكم. كنمشيو للخارجيه كيقول لكم حنا ما عندنا ما ندير لكم، تقيدوا في هاد السيده القنصليه، وكنتقيدوا في هاد السيده القنصليه ما كاين والو. كاين الناس اللي ضاعت لي خدامها هنايا، كاين الناس اللي مخليه ولادها تماك، كاين الناس اللي ضاعت، كاين الناس اللي سالت لهم الوراق ديالهم هنايا. نهار 16 طلعنا لطنجه على اساس ان الخارجيه عيطت لبزاف الناس هنايا، عيطت لبزاف الناس هنا، قالوا لهم شوفوا سيروا طنجه راه غتركبوا بيدكم كي تماك. كنمشيو تماك حتى كنتفاجئوا ما كان لا بيه لا والو. كيخرج بوليسي كيخرج كوميستير يقول لك شوف حنا ما كنعترفوش بالخارجيه، حنا جيك جراند دينافو تركب. الناس معيطه جايه من قولبهم، الناس جات من بركان من وجده مساكن باتوا في الزنقه. اخوان من الجاليه المقيمه بايطاليا، كما درنا ديك المره، لان هاد الناس هادو ما بغاش يديروا معنا حلول. احنا دابا وصلنا في الاخر ديال الشهر وهاد الناس باقي ما داروا معنا لا حلول والو. دابا داروا لنا واحد السيستيم اخر بانهم دخلونا الجراندي نافي، هذا هو السيستيم اللي داروا الاخراني جديد. احنا تنتمناو من وزير الخارجيه وزير بانه يهضر على هاد الناس هادو، لان هاد الناس هادو راه واحدين هنا وحنا هنايا، وهاد الناس ما بغاش يديروا معنا حلول، خلاونا ديما حنا معلقين. وانا عندي سؤال ديما تنتسائلوا انا وقاعد المغاربه هادو وهاد الاخوان كلهم تيتسائلوه، علاش حنا مخلينا هنا؟ علاش مزايريننا هادوك الناس يطالبوا باش نرجعوا عندهم وهاد الناس حابسيننا هنايا؟ تنتمنى بان وزير الخارجيه يجاوبنا على هذا السؤال هذا، حيت حنا واخا فينا يكون حنا هاد الناس في المرض، هاد الناس خاص عيمشيو ما يبقاوش في البلاد، عيمشيو هادوك الناس مكلفين بهم، عندهم الحاجه الصحي ديالهم في اوروبا. هاد الناس هادو ما عرفناش علاش حنا شادينا، ما عندناش حلول، لان السيد هذا ما بغاش، ما كاينش قرارات صارمه مخلينا، تيقول لك غير اجراءات تيديروها هما، ما كاين لا اجراءات لا والو، غير ديما حنا اللي نستافد من الاوروبيين. الاوروبيين الجاليات ديالهم كاملين داموا لبرا، الاوروبيين كاع داو الجاليات ديالهم وخلاونا حنا حاصلين هنا. علاش؟ حيت السير ما كاينش، الاداره ما كايناش، تيقول لك كاين غير تيتسناو، خاصهم يتسناو اجراءات وتسنات، ما كاينش تدبير صارم في هذا الشيء هذا.